السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ليل هذا النهار. اهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر المنسابي، جاءوا للحفل على شوق، فجزهم الجنة يا باري، فجزهم الجنة. المهم هذا النهار ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكه كتجي رائعه جدا جدا. المهم غادي نشكر عليكم صراحه، والله الا جات زوينه وجات واعره وبحجم عائلي وبجوج بيضات، صراحه جات واعره. يلا تبعوا معايا الفيديو باش ندوزوا المقادير، باش تشوفوا المقادير ديالها. كيكه واعره صراحه. ايوا دابا غادي نقول لكم المقادير. عندي جوج بيضات، عندي الساشيه ديال الفاني، عندي جوج خمارات، المهم خميره ب 15 غرام، يعني جوج خمارات ب 8 ولا ب 7 غرام. عندي هنا كاس ديال السنيده، عندي كاس ديال القهوه، عندي كاس ديال الزيت، عندي جوج كيسان ديال الدقيق. واحد غادي ندير النص ديالو الكاكاو ونكمل، المهم غادي ندير نص ديال الدقيق ونكمل بالكاكاو ونزيد كاس اخر، المهم جوج كيسان ديال النواشف. دابا غادي ندوزو باش نحضروا معكم الكيك ديالنا، صراحه كيجي واعر بجوج بيضات فقط وحجم عائلي وزوينه. هنا درت جوج بيضات وغادي ندير ليهم الساشيه ديال الفاني، واللي عنده عاوتاني داك الفاني السائله يديرها، ولا داك الفاني اللي تايدار به تايكونوا هكا في قريعات. ايوا هنا غادي نخلطوا السنيده مع البيض والفاني حتى نخلطوه مزيان. ايوا عاد غادي نضيف القهوه ولا الزيت، المهم شي واحد فيهم، غادي نضيفوا السوائل. ايوا هنا خلطت البيض والسنيده، دابا غادي ندير القهوه. القهوه دافئه، ما تكونش بارده وما تكونش سخونه. يعني درت هنا الزيت والقهوه، صراحه الزيت ما درتش نفس العبار ديال القهوه ولا ديال السكر، ولا راكم عارفين الزيت غاليه. صافي درت غير الكاس ديال العنبه، يما هذوك الكيسان راه ماشي ديال العنبه، راه كبارين على ديال العنبه بالنص، يعني كاس ونص. اللي بغى يعبر بسميتو بالكاس ديال العنبه غادي يدير كاس ونص ديال القهوه وكاس ونص ديال الدقيق، ماشي الدقيق عفوا السنيده، ويقول جوج كيسان ديال الدقيق وكاس تقريبا ديال النشا ديال الكاكاو. ايوا هنا غادي نغرب لهاد النواشف كاملين، غادي نغرب الكاكاو والدقيق، وعاد غادي نزيد الكاس الثاني ديال الدقيق. وجاتني النيت هي هذيك، جاني النيت الخليط هو هذاك، ما زدت ليه حتى حاجه. ايوا هنا غادي نخلط هاد الكاس اللي مخلط بالكاكاو حتى نخلطو مزيان. ايوا عاد غادي نضيف داك الكاس الاخر والخميره. ايوا مهم تبعوا معنا الفيديو، ما تنساوناش من واحد اللايك والبارطاج فضلا وليس امرا. انا غادي نزيد الدقيق، كاس الدقيق الاخر اللي بقى ليا. انا كنت خايفه لا نديرو كامل وتجيني قاصحه، ولكن اللي خلطها جاتني هي هذيك. ايوا انا غادي نضيف الخميره، وما تضحكوش عليا راه الطبله عمرتها بالدقيق. ايوا هنا جبت المول، دهناتو ليا لطيفه ودارت ليه الدقيق حيت هي اللي عاونتني هنايا حتى درنا الكيكه. شكرا لك بزاف احبنتي لطيفه. ايوا غادي نخوي دابا الكيكه ديالي في المول. هاد المول راه كبير تبارك الله. ايوا دابا غادي نديوها للفران، وملي غادي نديوها للفران غادي ندوزو باش نصايبو واحد لاصوص اللي غادي نديروها فوق الكيكه كتجي واعره.
ايوا دابا ملي حضرت الكيكه طيب درتها في ديتها الفران، دابا غادي ندوزو باش نوريكم لاصوص اللي باش غادي نزينو الكيكه ديالنا. واحد لاصوص واعره واعره، تبعوا الفيديو حتى الاخر وما تنساوناش من واحد اللايك وشي كومونتير من عندكم زوين بحال وجهكم، وما تنساوناش حتى من البارطاج. يلا ايوا هنا درت 5 د المعالق ديال السكر، اللي بغات تكون ليه هاد لاصوص حلوه بزاف يدير اكثر من 5، حنا درنا غير 5 بركه. وكاس د الفاني هنا، 2 كيسان ديال الماء ونص، درت 2 في الكاسرونه وخليت النص في الكاس. غادي ندير دابا الفاني مع الماء والسنيده، وغادي ندير المهم درت 5 د المعالق كما قلت لكم، جات شويه ناقصه السكر اللي تيبغي الحلاوه يزيد اكثر. ودرت 3 د المعالق ديال الكاكاو ونص ديال الكاس اللي بقى ليا، غادي ندير فيه النشام اللي غادي يطيب ليا هاد سميتها. هادو اللي درت انا في الكاسرونه كما قلت لكم، النص غادي نخليه هو والنشا حتى الاخر. مهم من بعد ما خلطت هادشي كامل غادي نحطو دابا فوق البوطه يطيب، غادي نخليه يغلى. نسيت الزيت، درت 2 معالق ديال الزيت ولا معلقه ولا جوج والله ما عقلت، وقيله واحده وقيله واحده. ايوا هنا غادي نقاد، المهم حطيت الكاسرونه فوق البوطه وجيت باش نقاد النشا. المهم درت هنا 2 معالق، ما عامرينش بزاف ديال النشا. ايوا هنا غادي نوريكم الكاريتات تفرات دار ليا، فاض ليا هذا الخليط تسحب ليا، واش ما غاديش يفيض؟ شوفوا الكاسرونه، شوف توسخات انا ماشي مشكل. المهم انا غادي نخوي داك الخليط ديال النشا والماء، غادي نبقى نحركو حتى يجي هو هذاك، حتى يعقد ليا باش نخويه فوق الكيك. المهم اللي دارو فوق البوطه يرد ليه البال، حيت انا تصحاب ليا واش ما غاديش يفيض. حتى فاض ليا انا كنوريكم انا الكسرونه كنقول لك بغيت نمسحها وشويه، قلت والله ما نمسحها. ايوا صافي خلي الفيديو نيت بطبيعته بلا من الزواق وبلا من النفاق. والمهم على الصوص ديالي وجدات، وهالكيك ديالي طاهم طافت، الكيكه جات خفيفه وجات واعره. دابا غادي نخوي هاد الكريمه فوق الكيكه، غادي نخويها باقي سخونه باش تتوزع عليا على فوق الكيك، حيت الا خليتها تبرد ما غاديش تتوزع عليا فوق الكيك. اللهم انا نخويها باقي سخونه وتزيين، كيبقى حسب الخليط حسب الرغبه وحسب اللي متوفر عندكم. صراحه بغيت كاوكاو ولكن ما كاينش تقاد عليا، داكشي علاش درت هاد حبوب الزينه. ايوا هادشي اللي كاين. يلا غنديروها في الثلاجه تبرد ونتلاقاو من بعد ما غتبرد هاد الكيكه ان شاء الله. ايوا هنا صافي راه حيدت الكيكه، وقولوا لي الخوت شي حاجه ديال شي يحلل هاد الدبان كاع، ما بغاوش يمشيو. تنديرو جافيل كنديرو والو، ما عرفتش مالنا، واش قريبين البهايم لينا ولا ما عرفت. المهم حيت كاينين ديال الجيران قدامنا وكاينين ديالنا في جهه اخرى، ايوا راكم عارفين. ايوا هنا راه كنقطع الكيكه وتنقول يا ربي لا تحشمني يا سيدي ربي باش ما نقطعها وتهرس ليا ولا تخربق ليا. ايوا هادشي اللي كاين. ايوا هنا راه خليتها حتى بردات، ولكن جاتني لاصوص شويه جاريه، كان عليا نزيد ليها شويه ديال مايزينا، ولكن ما مهم ما كتبش مره اخرى ونزيدها ونكثر ليها المايزينا باش تجيني الكريمه عاقده مزيان. مهم جات زوينه، ولكن فاش كنبغي نقطعها هكاك كتلصق ليا في الموس، يعني خصها تكون قاصحه شويه. ايوا هنا غادي نهزها، يا ربي ما تحشمنا يا مولانا خفت لنا الزاو طيح ولا شي حاجه ولا تهرس ولا، ولكن الحمد لله ما تهرسات ما خسرات ما والو،
عاونت بجوج اليدين عاونت بالموس الجهه الاخرى، حيت الصراحه صعيبه الاولى باش تهزيها. ايوا انا كانت بنت خويا كدير السفنج، داكشي علاش غطيتها كما ما نبينهاش، حيت مره كدور وصافي ما بغيتش تبان. ايوا انا بغيت ندوق الكيكه باش نقول لكم واش زوينه ولا خايبه. صراحه كما قلت لكم زوينه ما شاء الله. ايوا ما تنساوناش قلت لكم هنايا ديروا واحد لايك لعجبتكم الكيكه وديروا سميتو وميس منز كتمشي ليا الهضره. يلا السلام عليكم، حتى الفيديو القادم ان شاء الله. واللي جرب فيكم هذه الكيكه يقول لي في الكومنتير كي جاتو.